حقيقة مثل ما تعرفون حضراتكم أنه سلطة الطيران المدني العراقي نوهت أكثر من مرة، نعم وحقيقة يعني في الشهر التاسع والعاشر، بأنه سوف تعتمد بطاقة التلقيح نعم لكل المواطنين الراغبين بالسفر خارج العراق. نعم وفي شهر التاسع كان التأجيل والتريث لإعطاء الفرصة للمواطنين بإصدار بطاقة التلقيح الدولية. نعم من يوم أول أمس الحقيقة دخل موضوع بطاقة التلقيح الدولية حيز التنفيذ من كافة المطارات العراقية، بالإضافة إلى فحص البي سي آر قبل موعد الرحلة ب 72 ساعة. يعني ألزمتم بالتالي شركات الطيران، دكتور يعني أعتذر منك يعني سيد ديوان، ألزمتم شركات الطيران بإبلاغ المسافرين يعني بضرورة جلب أو إبراز بطاقة التلقيح الدولية؟ نعم أكيد تم، لأن يعني حقيقة ما يعني بعض يعني أعتذر منك، ربما استعرضنا في التقرير بعض المسافرين تم إلغاء رحلاتهم، لم يتمكنوا من صعود الطائرة يعني بسبب عدم يعني إبراز بطاقة اللقاح الدولية. وأنا شفتي أنا مثل ما ذكرت لحضرتك أنه إحنا كسلطة الطيران المدني يعني نوهنا بمواقعنا وقنواتنا أنه من يوم 22 في هذا الشهر إصدار يكون بطاقة التلقيح تدخل حيز التنفيذ الدولية. وللأسف الشديد المواطنين بعض المواطنين لم يقوم بإصدار بطاقة التلقيح الدولية للسفر، هذا بالإضافة إلى فحص البي سي آر. تم توجيه شركات الطيران المدني العاملة في المطارات العراقية بعدم صعود أي مسافر عراقي مغادر من المطارات العراقية إلا بإبراز بطاقة التلقيح الدولية، وبالإضافة إلى فحص البي سي آر قبل موعد الرحلة ب 72 ساعة. وهذا معتمد أيضا في حال عودة المسافر يعني من أي دولة، في يعني لديه بالتالي مسافر عراقي لديه بطاقة لقاح دولية، يعني بمجرد إبراز تلك البطاقة عفوا في حال عودته، يعني أم هناك إجراءات مختلفة؟ نعم حاليا حقيقة فقط للمسافرين المغادرين بإبراز بطاقة التلقيح الدولية. نعم العائدين أيضا أود أن نعم بالنسبة للعائدين، يعني هل هناك من مستمسكات، شروط، إجراءات معينة، وثائق؟ نعم بالنسبة للمسافرين القادمين من في المطارات العراقية يجب فحص البي سي آر قبل موعد الرحلة مثل ما ذكرت لحضرتك 72 ساعة، هذا بالنسبة للقادمين العراقيين. وحاليا فقط للمغادرين العراقيين بطاقة التلقيح زائد فحص البي سي آر. كذلك أود أن أشير إلى المواطنين الأعزاء أنه كل بطاقات التلقيح الصادرة من الدول الأخرى هي معترف بها في المطارات العراقية. يعني اليوم حضرتك عندك بطاقة تلقيح دولية من تركيا من أي دولة كانت، هذه معترف بها بالمطارات العراقية. نعم وبالنسبة لبطاقة اللقاح الدولية العراقية صادرة من العراق تحديدا، معترف بها أيضا في بقية البلاد الأخرى أو المطارات البقية أم لا؟ ستي أنا يعني باتصال مع السيد دكتور سيف البدر بمدير إعلام وزارة الصحة أن كل بطاقات التلقيح الدولية موجودة في قاعدة بيانات بكل المنافذ العالمية. بكل المنافذ العالمية، يعني اليوم حضرتك عندك بطاقة تلقيح دولية من أي دولة كانت تقرأ في هذا النظام في قاعدة البيانات، وتكون البطاقة التلقيح رسمية صادرة من دولة أو من العراق أو دولة أخرى. نعم يعني حتى ذلك يمسي واضح لمن يتابعنا سيد ديوان. إذن بطاقة اللقاح الدولية الصادرة يعني في العراق بالنسبة للمسافرين يعني أيا كانت جنسياتهم، يعني سيدي
اي كانت اي جنسيه. هو ستي انا خلي افهمك، عفوا افهم المواطنين أكثر. نعم فهمنا احنا همتين يعني حتى هذا يمسي واضح حقيقه، يعني هذه التفاصيل ربما يعني تغيب عن كثير من عندنا، خاصه انه يجرى تحديث عليها اول باول بناء على ما ربما تصدره سلطات الطيران في بقيه البلاد او حتى اجراءاتها الصحيه او حتى يعني منظمه الصحه العالميه. نسمع من حضرتك. نعم، نحن كسلطة الطيران المدني والمطارات العراقية نعتمد الآن فقط العراقيين المغادرين، فقط العراقيين المغادرين من المطارات العراقية، إبراز بطاقة التلقيح الدولية زائد فحص البي سي آر. نعم، والأجانب العراقيين المغادرين. نعم، أما بالنسبة للأجانب فقط فحص البي سي آر، حاليا فقط فحص البي سي آر قبل موعد الرحلة ب 72 ساعة. نعم، حتى بالنسبة للمقيم يعني حتى ما نغادر هذه النقطة، حتى بالنسبة للعراقيين المقيمين في بلاد أخرى لابد من بطاقة اللقاح الدولية صادرة بالبلد اللي هو مقيم به لو بالعراق. نعم، العراق المقيم في دولة أخرى ولديه بطاقة تلقيح دولية، عندما يأتي إلى العراق ويسافر مرة أخرى فتكون هذه البطاقة معترف بها من قبل المطارات العراقية. نعم، يعني ما يحتاج يصدر بطاقة أخرى عراقية تثبت بأنه هو تلقى اللقاح في البلد المقيم فيه. لا، وأنا ذكرت لحضرتك أن توجد قاعدة بيانات. نعم، ومو من المعقول أنه المواطن العراقي يتلقح جرعتين بدولة أخرى ويجي إلى العراق. نعم، يلقح مرة أخرى بجرعتين. نعم، مو من المعقول. نعم، لذلك توجد قاعدة بيانات لبطاقة التلقيح الدولية، عندما تعرض على هذه البطاقة على الحاسبات الموجودة في المطارات العراقية راح تكون هذه البطاقة رسمية. نعم، أو غير رسمية. نعم.